اهلا بيكم معانا في موقع اوكاسيون. النهارده منتج جديد ومميز معانا، الفي 8 جبرا، المراجعه الخاصه بيها. قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب القناه عشان يوصلك كل جديد. سماعه اكتر طلبا وبحثا على اليوتيوب وعلى جوجل، سماعه مميزه صوتها جميل جدا، سماعه رجال الاعمال. هنبدا الفيديو مع بعض. طبعا السماعه اهي تلبسها جميل جدا، وزي ما قلنا تحرك فوق وتحت، يعني تحركها من فوق كده لتحت كده كويس جدا، وكمان بتعمل كده فتلبسها سهل جدا. كده بالظبط في الود. المايك اقدر ارفع فوق كده او اعمله كده حسب الراحه، حسب وش طبعا كل واحد. وهنا الظهر التحكم، وانا لابسها مش حاسس ان انا لابس اي حاجه، وزنها خفيف زي ما قلنا بالجرامات، يعني قليله جدا. وطبعا الزرار ده بيسهل علينا الرد على المكالمات زي ما قلنا، وتعليق الصوت او توطيته. السوسته اللي ورا دي جميله جدا، تعلي او توطي. وده شكل السماعه في الوش. نفتح مع بعض الصندوق ونشوف محتوياته ايه. واول حاجه بتلفت نظرنا لوجو الجبرا. السماعه دي محترمه جدا وتقفلها محترم. بعد ما نفتح البوكس بنلاقيه مقسوم نصين، جزء علبه كرتون اسود والسماعه. نفتح مع بعض السماعه ونشيلها من اللوك البلاستيك. اول ما تمسك السماعه يلفت نظرك الماتيريال وجوده التقفيل بتاعها والخامات المستخدمه للسماعه. وطبعا زي ما قلنا ان المايك ده بيتحرك معانا لفوق وتحت، الدراع ده كده بيتحرك لفوق ولتحت، ولكن ما بيلفش 180 درجه عشان ما يكسرش منه. الجزء ده كده بيبقى زي الشمواه كده، ماتيريال محترمه جدا جدا جدا. الجزء الخاص بالمايك ماتيريال محترم جدا، معدن في بلاستيك كده بشكل جميل جدا، متخرم كده تحفه. السماعه ككل كواليتي محترم قوي قوي قوي، الصوره بتتكلم. تعال نتعرف بشكل قريب عن الميديا او ازرار التحكم في السماعه. اول حاجه بنلاقيها مكان شحن اليو اس بي، وبعد كده بنلاقي لمبه الاشعارات وزرار التشغيل، وطبعا زرار السوسته ده اللي هو بيعلي الصوت ويوطيه. طبعا دي سوسته، يعني مش لازم يبقى نازل لتحت عند علامه الزائد عشان يبقى عالي او فوق، هو سوسته. وطبعا بنلاقي زرارين زي ما قلنا، زرار تحت المفروض ان هو بيكنسل، وزرار فوق اللي هو بيرد على المكالمات، وضغطتين عليه برضو زرار اللي فوق ده بيخليك تتصل باخر رقم انت كنت مكلمه. يعني كده في زرار اتنين، وفي الظهر طبعا بنلاقي زرار التشغيل وزرار السوسته اللي هو بيعلي صوته ويوطي. دي كده كل ازرار التحكم في السماعه. نيجي بقى للعلبه اللي بتيجي معاها ونشوف بيجي فيها ايه بالظبط. اول حاجه شكل العلبه والتقفيل والكواليتي، شكله محترم جدا ومختلف عن اي سماعه. طبعا في الظهر بيوريك الخطوات انها بتشتغل بلوتوث طبعا على اي موبايل، وطريقه تلبسها. اول حاجه بنلاقيها كتالوج طبعا، وبعد كده بنلاقي وصله شحن، موصله في شاحن 1 امبير او لابتوب او كمبيوتر او باور بانك يكون 1 امبير عشان نحافظ على البطاريه. بعد كده بنلاقي غيار اضافي للودانه بتاعه السماعه. السماعه دي وزنها خفيف جدا عشان ما تحسش ان انت لابس سماعه، حوالي 18 جرام. طريقه تشغيل السماعه وربطها بالموبايل سهل جدا. اول حاجه هنعملها نشغل زرار الباور في السماعه، وهتلاقي بعد كده لمبه الاشعارات نورت معانا باللون الاحمر والازرق. بنشغل البلوتوث طبعا على الموبايل. السماعه طبعا بتشتغل على اي موبايل اندرويد او اي. نعمل بحث بنلاقي اسمها في 8، بنعمل لها اقتران. طبعا الخطوات اللي انا بقولها دي بتتعمل مره واحده بس، وبعد كده كل ما تشغل البلوتوث في الموبايل او تلبس السماعه تلاقي السماعه شغاله معاك عادي مفيش اي مشكله. لاحظ طبعا ان لمبه الاشعارات طفت وما بقاش فيه اي نور في السماعه. طبعا الخطوه الثابته معانا في كل السماعات، بنضغط على الزرار ده وبنشغل مشاركه جهات الاتصال. تعال نسمع مع بعض صوت السماعه على الطبيعه. ده كده صوت السماعه اعلى حاجه، صوت السماعة واضح، وبعلي طبعا الصوت على أعلى حاجة من هنا. صوتها نقي وعالي وجميل جدا. لو حبيت إن أنا أوقف الموسيقى من السماعة نفسها هلاقي في زرار تحت هنا اللي إحنا اتكلمنا عنه في البداية، أضغط عليه ضغطة كده هيوقف الموسيقى، وبعد كده ضغطه تانية برضو بتشغلها. يعني وظيفه الزرار اللي تحت هنا في السماعه ده بيوقف ويشغل الموسيقى. هنا مفيش زرار تانية غير تعليق الصوت، يعني اقدر اعلي الصوت من هنا كده. طبعا حضراتكم سامعين صوت السماعه، صوتها عالي قوي.
ونقي كمان وكويس، والمايك طبعا بتاعها كويس جدا في المكالمات، وهحط لكم تسجيل مكالمه من السماعه نفسها. ومناسبه المكالمات، الزرار ده لو ضغطت عليه ضغطه بيجيب لي اخر مكالمه انا طلبتها ويطلبها لي على طول في حاله ان انا مستعجل او عايز اكلم مكالمه، مثلا كان معايا مكالمه وفصلت مني وعايز اتصل بيه تاني، او عايز اتصل باخر حد انا كلمته، بضغط ضغطتين على الزرار ده بيجيب لي اخر رقم انا كلمته ويتصل بيه فعلا على التليفون. طبعا زرار رد على المكالمات ده، مش ده، ده لو دوسنا ضغطتين بيجيب لك اخر رقم انت كلمته، ولكن لو جات لك مكالمه بتدوس ضغطه واحده بس بيرد على المكالمه. تعال نشوف مع بعض تجربه الصوت، هنستقبل المكالمه دلوقتي ونشوف جوده الصوت. هحط لكم الصوت بتاع المكالمه او تسجيل المكالمه عن طريق السماعه دي، وكمان ده على البعد يعني انا ورا الكاميرا وهتكلم، وهنشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. دلوقتي في مكالمه جايه لي على التليفون، لو دوست كده الزرار اللي فوق ده كده رد على المكالمه وبيتم تسجيلها عشان اسمعك صوت المايك. الو، انت سامعني كويس؟ الو، سامعك كويس. انت سامعني كويس؟ سامعك كويس تمام. الصوت واضح؟ واضح تمام. السماعه جبرا، تجربه الصوت على موقع كده. في نهاية الفيديو، السماعة دي كواليتي محترم وبنقدمها على موقع اوكازيون.com بأقل سعر في مصر. التجربة قبل الاستلام، سيب لك رابط الشراء أسفل الفيديو تحت في التعليقات، وما تنساش لايك وشير للفيديو.